السلام عليكم حبايبي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحيحة مزيان اموركم؟ هانية اش كتعاودوا؟ كلشي لاباس؟ كلشي بخير؟ كلشي هاني؟ كلشي مهني؟ ايوا كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. قبل ما نبدا الفيديو ديالي، واخا راه باين علاش غادي نهضر، بغيتكم اخوتي عافاكم، دابا اختكم مزيان كتقول لكم عافاكم الا ما بارطاجيو ليا القناه ديالي عندكم، يعني ديروا واحد البارطاج، واحد الهجوم، اللي عنده شي صحاب شي حباب يقول لي تابونا عند اختي زينب، يعني يحفزني اكثر. محتوى اللي نقي ومحتوى اللي زوين ومحتوى اللي كيعطي واحد الصوره زوينه على المراه، يعني في جميع المجالات وخصوصا في هذا المجال ديال الكتابه، راه ماشي ساهل واي مجال راه صعيب، ولكن تيبقى هذا المجال صراحه غادي يفهمني غير اللي عايش فيه واللي ديما فيه غادي يحس بيه هذه الهضره اللي غادي نقول، يعني راه مجال اللي صعيب. وبغيت نعطي صوره زوينه للنساء المغربيات او الشابات اللي باغات يدخلوا لهذا الدومين، يعني ما يتخوفوش، يعني تبارك الله حنا ولينا كنشوفوا النساء في جميع الميادين وكاينات وحاضرات وعندهم كفاءات، وتبارك الله حتى على الرجال حتى هما راهم كاينين وحاضرين. ولهذا اختكم زينب كتقول لكم بارطاجيو ليا القناه، الله يجازيكم بخير وشكرا لكم. نبداو اخوتي مع الفيديو. كما كتشوفوا اليوم هاد البقره كتولد عندي وولاده طبيعيه، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم الفيديو تشوفوه، ومن هنيت نعطيكم واحد الصوره كامله ونعطيكم واحد الافكار اللي تقدر تساعدكم وتهنيكم وتعطيكم واحد النتيجه اللي مزيانه. حنا كنعرفوا الناس مساكن اللي يلاه داخلين على هاد المشاريع وباغين يشريو البقر ديال الحليب وعندهم تخوف، كاين اللي اول مره غتبغي تولد ليه الضروبه ديالو وخايف منها ولا البقره وما عارفش كيفاش يتعامل معها. اليوم جيت نعطيك بعض النصائح اللي غتسهل عليك الماموريه وغتكون عندك الامور سانك سانك. اختكم زينب راه الاشاره. اول حاجه يا اخواني الكسامه، دائما البقر اللي كيبغي يولد نجمعوه في واحد البلاصه اللي يكون ترونكيل، تكون بلاصه مزيانه، واخا يكونوا 5 ولا 6 ولا 8 وعندي لي سباس كبير يتجمعوا ما كاينش مشكل. والنقطه الاساسيه البقر اللي كيبغي يولد ما يتربطش، البقره ديال الولاده اللي باغا تولد ما تربطش، قد ما تمشات قد ما مزيان وكتكون عندها الولاده سهله. هذه من جهه. ثاني حاجه اهم خطوه باش نعرف البقره ديالي غتولد طبيعي، حنا كاين تساؤلات بزاف، كيفاش غادي تولد ليا هاد البقره، كيفاش غنتعامل معاها، اشنو غادي ندير، كيفاش غادي يكون العجل داير. غنعطيك نقاط اللي غتبين لك البقره ديالك واش غادي تولد طبيعي ولا خاصك تدخل باش تعرف اشنو اللي كاين واشنو اللي واقع. ما تبقاش يعني راجع الله وخايف. اول حاجه الرد البال ديالي دائما مع البقره اللي قريبه تولد كتعطيك واحد تبين لك، كترخى الجناب ديالها كيخواو، الكرش ديالها كتنزل، الضرع ديالها كيحمر، مره كتبدا تنقط بشويه ديال اللبا، الفاجان ديالها كيترخى، واحد جوج حفيرات كاينين في التابع من الفوق تيبداو يدخلوا، يعني هادو تبينوا لك ان البقره ديالك راه على ميلاد وقريبه تولد. كتجي اللحظه ديال الولاده، اللحظه ديال الولاده كتخوف منها بزاف ديال بنادم. اول حاجه قبل من قيس هذيك البقره، هي البقره كتنزل واحد السبوله، هذيك السبوله كتعطيني اشنو كاين، واش الولاده غتكون بخير تولد الراسه، واش هذيك الولاده خاصني ندخل وخاصني نعرف اشنو كاين. السبوله الا نازله لك صافيه زاج بيضاء كتبان لك نيت بيضاء ما فيها حتى حاجه، غير البقره راه غتولد الراسه بخير وعلى خير، سوا ضروبه سوا بقره راه غتولد بخير وعلى خير. كان ديك السبوله فيها لي تراس ديال الدم اولا لي تراس ديال القيح، عرف بلي ديك البقره راه عندها شي مشكل، اما العجل غيكون مقلوب، اما العجل الراس ديالو داير، اما مهم عندها شي حاجه ماشي هي هذيك اللي خاصك انت تدخل وتدير يدك وتقلب وتعرف شنو عندك. في هذه الحاله
قبل ما غادي نقلب غندير واحد الليضه ضروري باش لا عندي شي ميكروبات في يدي ولا ما غاديش نحطهم في الفاجان ديال ديك البكره ولا ماتريس الوالده، يعني واحد المنطقه اللي حساسه. غادي ندير يدي في الليقا، غادي ندخل يدي بشويه، غادي نقلب هذيك البكره، غادي نشوف بان لي الرجل ما بانش ليا، بانوا كاينين غير الرجلين، الراس ما بانش ليا. دائما حرصوا على واحد النقطه فيما يبانوا لك غير الرجلين والراس ما كاينش، هذوك الرجلين كندفعهم الله وكنت كونسونطرا وكنتخيل راسي انا وسط من ديك البقره، ما تغلبنيش الخلعه ولا كندفع الرجلين غادي يعطيني الراس فيه. بانوا لي الرجلين ما عرفتش انا واش جايين بالقدامي ولا باللوراني، غنعطيك طريقه اللي سهله غادي تتبع. غادي يبانوا لك الكعاب ديال رجلي اللورانيين، راكم ما عرفتوهم، هادوك راهم دايرين، غتقيسهم وغادي تبعوك حتى للتابع، غتشد التابع تعرف العجل راه جاي باللورانيه، غتولدوا عادي، ما تضطرش انك تقول غنقلبوا ولا ولدوا باللورانيه، راه غيتولد بخير وعلى خير. كان جاي بالقدام ولكن الراس والبوزيسيون ما مقادش، ضروري غادي دائما تدفع الرجلين وما اللي غيبينوا لك. وكاين الولادة اللي بعض المرات كتكون صراحة صعيبة، كي بعض المرات كيكون العجل جاي على الظهر ورجليه بربعة الفوق، هنا كضطروا اننا نقلبوا البقرة كاملة ندوروها كنطيحوها وكنقلبوها باش يتقاد داك البوز ديال العجل. هذه في هذه الحالة الناس المبتدئين صعيب انهم باش يعرفوا ان كي داير داك العجل واش جاي بالصح بهذيك الطريقة، واش صعيبة شي شوية، ولكن مع الممارسه ومع الانسان اللي كان عقله خفيف وباغي يتعلم راه غادي يتعلم وغادي يعود يفك راسو. حيت بعض الحالات كيجيو صراحه مع جوج الليل مع ثلاثه صعيب انك تعيط للبيطاري واش يجيك في ديك الوقت ولا ما يجيكش، واش مشعل التليفون، واش انت في واحد المسافه اللي بعيده. يعني خصني انا مهما درت هذاك المشروع الا خصني نكون قاد على المسؤوليه، قاف راسي اشنو كندير، عارفه غنتحط في واحد المواقف اللي خصني نفك راسي فيهم. هذا انا كنعطيكم هاد النصائح اللي غادي يقدروا يساعدوكم وتقدروا تاخذوهم بعين الاعتبار وتاخذوا فكره عليهم وغيسهلوا عليكم الماموريه. هاد النقاط راه ماشي ساهلين، ولكن الا عرفت كيفاش نتعامل معاهم وعرفت كيفاش نخدم راه غتكون الامور عندي بخير وعلى خير، وغدوز عندي الولاده طبيعيه مزيانه اولا دوز عندي الولاده اللي دخلت مزيانه، كانت السبوله جايه مزيانه وكل شيء الامور مزيان، خليو البقره في التيقار، عطوها يعني واحد فتره ديال نص ساعه راه غادي تكون بخير وعلى خير. ملي غادي تولد غنبرم داك العجل غنحيدو من حداها نحطو غير قريب ليها النيش وغادي تلحسو، وماشي نلحق ونهز انا داك العجل دغيا نحيدو من بعدها، لا نخليه معاه واحد نص ساعه، سواء اللي كيخليو العجل مع امهم ديما اولا اللي كيديروا العجوله في لي بوكس، يعني صافي كيحيدوه من يعني نخليوه هذاك الحس راه مهم ومهم بزاف، يعني كيحرك الدوره الدمويه لداك العجل، دوك الشرايين كيتحركوا، يعني هي في نفس الوقت كتنشف وكتلحس وهو في نفس الوقت كيستافد من داك الحس. يعني علاش كتبان لك البقره ملي كتبدا تلحس في ولدها العجل كيبدا يتوقد، دوك الشرايين ديك الدوره ديالو كدير ليه بحال الماساج، مع تنعرفوا حنا البقره المثال ديالو حرش، كدير ليه واحد الماساج وفي نفس الوقت انها كطمئن عليه كتعرف الاحوال ديالو، راه حنا الام زعما راه ماشي راه واخا بكما حتى هما راه عندهم واحد الاحساس صراحه اللي كيبكي بعض المرات. انا كان زعما كنطيح في شي مواقف بعض المرات اللي ليلى يلا تجري من حداها العجل كتبعك كتهزي كتبغي ديه البوكس كتبقى تغوت، يعني صراحه يعني الام كتبقى سوا بكما سوا انسان سوا كتبقى الحنان ديال الام لا يعلى عليه. لهذا خوتي الكسابه حاولوا انكم تستافدوا من هذه المعلومات اللي عطاتكم اختكم زينب وتاخذوهم بعين الاعتبار، راهم فيهم واحد الفوائد اللي كثيره. وقد ما خلينا البقره ديالنا غتولد طبيعي وغتولد الراسها قد ما كان احسن لينا لديك البقره، حنا ما غنتكرفصوا وديك البقره ما كتكرفش. وواحد النقطه اللي خاصكم تحرصوا عليها هي ملي تولد البقره طبيعي راسها
وتسلى الراسه حيت القدره اللي كتولد الراسه غتسلى الراسه. ما نعطيو لا لي زوبلي ما نديرو قويبات ما نعطي اونتي بيوتيك ما نعطيو حتى شي حاجه. والبقره اللي غادي ندخلو ونديرو يدينا غادي نعطيو ملي تسلى نعطيو ضروري لي زوبلي ونعطيو لونتي بيوتيك باش تكون الامور عندنا مزيانه باش ملي توقف يعني ما يكونوش مشاكل ميكروبات تعفنات حيت ديك البلاصه حساسه وهذيك البلاصه هي الكاريير ديال البقره يعني غتجي تزيد معاك واحد الماده بعيده تتسنى منها 5 الوردات ولا 6 الوردات. هادو كانوا بعض النصائح اللي كنتمنى اخوتي تاخذوهم بعين الاعتبار وديروا بهم وراهم فيهم الفوائد وفيهم يعني فيهم واحد المنفعه اللي كبيره. وقبل ما ننسى دائما البوط ديال داك العجل اللي غادي يتزاد ضروري ندير ليه الرشاشه او لابيتادين او لترومباش اللي عندي ونقلب على الفتق يعني ضروري من العجل صافي كيتوكاد كياخذ اللبه ديالو كدوز عندو الامور مزيانه نقلب دائما. الا كان الفتق نديرو ليه العمليه وهو صغير خير ما انه كيكبر شوف واش تنجح ولا ما تنجحش. يعني خوتي خذوا هاد النصائح بعين الاعتبار وردوا البال والبلاصه اللي غادي يكون فيها العجل تكون نقيه الدرع ديال الام ديالها ملي نبغي نحلبو الحليب الاول نزلو في الارض ونقلب هذيك البقره واش ما فيها لا ماميت لا والو الحاله ديالها الصحيه واش مزيانه. البقره راه من واحد 15 يوم كتبان لك شويه ضعيفه في الماكله الحليب ما كتعطيش في الديبار ولكن من بعد راه بشويه كتبدا ترجع الامور لراسها. والبريباراسيون راه مهم ومهم وراه هضرت عليه في بزاف ديال الفيديوهات وكيساعدك ان تكون عندك ولاده طبيعيه سواء في الدروبات سواء في البقرات. واللي عنده شي تساؤل يحطه في لي كومونتير واللي بغاني ندير شي فيديو ولا شي موضوع يحطه في لي كومونتير وانا راه الاشاره. وما تنساوش خصكم زينب بارطاج 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 بارطاج. يلا خوتي تبارك الله عليكم راكم عزاز وغالين الله يحفظكم ليا وشكرا بزاف.